بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد أرسل لي بعض الإخوة تسجيلا لصبي التيك توك هذا المتعالم الذي يتبعه كثير من الجهلة وكثير من العوام والرعاع، وهناك قلة قليلة من العقلاء يستمعون إلى كلامه ويقارنونه بغيره ويهتدون إلى الحق المبين. يتحدث عن الإمام البوطي هذه المرة مستشهدا بكلامه، وليس مسفها لكلامه، ولعله يحاول أن يرقع ما قاله في الأزهر الشريف من مقولة شنيعة سابقة بأن الإنسان يرسل أولاده إلى الكنيسة أفضل من أن يرسل أولاده إلى الأزهر، فقال هناك بعض الفضلاء في الأزهر وكذا وكذا. ولكن الكلام الذي قاله الإمام البوطي رحمه الله تعالى يعرفه كل طالب علم مبتدأ، أن بريطانيا حاولت احتواء الأزهر بتمكين بعض الناس فيه آنذاك، في مرحلة كانت الدولة العثمانية ضعيفة، بريطانيا كانت قوية، كانت محتلة لمصر. وكلام الشيخ البوطي كما يحدث به دائما في كل مناسبة يقصد ويصرح بأن هذا مدرسة محمد عبده، وهذه مدرسة أصلا هي على علاقة وثيقة بالوهابية. نعم، الوهابية المتأخرون بدأوا يستيقظون ويردون، ولكن محمد عبده هو الذي يعني مال الوهابية وقربها في بلاده، وتلميذه رشيد رضا من دعاة الوهابية أصلا، وممن يقبض الدعم المالي الكبير من الفرقة الوهابية، وتلميذ تلميذه محب الدين الخطيب على هذه الشاكلة أيضا، وهو أكبر ناشر للكلام الوهابي. فالشيخ البوطي يتحدث عن التيار الوهابي العقلاني، وإن كان وهابي ليس فيهم عقل، لكن حتى كنت أستغرب لماذا محمد عبده يلتف على هؤلاء، فسألت شيخنا فقال لي يعني يجمعهم الابتعاد عن عالم الغيب، والوهابية فكر ثوري وهذا يناسبه، يريد أن يغير الأزهر، فاعتمد على الوهابية أصلا، أصل محمد عبده. ولذلك لاحظ مثلا رشيد رضا ماذا كان، لماذا الوهابية يحترمون رشيد رضا؟ رشيد رضا هو رجل الوهابية في مصر، هذا ليس سرا. وحاول هذا الصبي أن يعني يبرئ ابن عبد الوهاب من تهمة بريطانيا، والحقيقة يعني هذا الكلام بيناه وتحدثنا في مقطع سابق سميناه الوهابية وذهب الإنجليز، وبينا بالوثائق. يعني ما أدري أنا لماذا الناس لا يقرؤون، يعني حينما يكون أول داعية وهابي صريح وهو محمد كرد علي في الشام، كان داعية وهابي صريح، أول من كتب في الشام مقالة بعنوان الحركة الوهابية يثني عليها هو محمد كرد علي، قبل محمد كرد علي بفترة أقل من 100 سنة ربما، كان الشيخ ابن عابدين رحمه الله كان يعيش وكان يكتب في حاشيته، ومن الخوارج في زماننا أتباع محمد بن عبد الوهاب. أول شخص كان يعني يصرح بالدعوة الوهابية هو هذا محمد كرد علي، كتب مقالة، وشيخه طاهر الجزائري، وهذا محمد كرد علي يجعلها في مفاخره أنه على علاقة ببريطانيا، وأن نائبة وزير الخارجية البريطاني كما هو مثبت في مذكرات محمد كرد علي ارجعوا إليها، يقول استشارتني وقالت هل نستطيع أن نؤسس دولة وهابية في الجزيرة العربية، يقول فقلت لها نعم إذا شاءت بريطانيا العظمى. هذا كلام من؟ المستشار الوفي لبريطانيا محمد كرد علي. طيب ما كلام شيخه؟ وأيضا رواه هذا الرجل، رواه
الرسالة كما هي رسالة الشيخ طاهر الجزائري، وهو يخاطب نائبة وزير الخارجية ويقول للمشايخ كثير منهم يحبون أن يتواصلوا معكم ولكنهم يعني يخافون أن يخشى أن يتهموا بالخيانة، أما أنا فلا أبالي، يعني ليس عندي مشكلة. ويقول في التوقيع المخلص لبريطانيا العظمى والأمة العربية طاهر الجزائري. عمالة الوهابية لبريطانيا بإرادة أو بغير إرادة، يعني لماذا لا تدعم بريطانيا الوهابية؟ بريطانيا تؤسس لأمر مهم جدا، هي الدولة الصهيونية الغاصبة في بلاد المسلمين في محل فلسطين. طيب ما الذي يرتب لهم الأمور؟ أن يشتغل المسلمون بعضهم ببعض. قواعد ابن عبد الوهاب المأخوذة من ابن تيمية ما هي؟ تقديم قتال المرتد على الكافر الأصلي، لأن المرتد هم مجهزون أن يكفروا جميع المسلمين. طيب البدعة، البدعة هذه شر من المعصية. طيب هذا ربما يكون كلام، إذا كانت بدعة خطيرة بلا شك هذا كلام قد يكون صحيحا، ولكن حق دراته باطل. أن يشتغل الناس بعضهم ببعض في دعوة الناس المسلمين أن المسلمين أشركوا وأنهم ارتدوا، هذا صالح من؟ ولذلك لاحظ أنت أين القتال الوهابي والجهاد الوهابي في فلسطين؟ صفر، لا يوجد. لماذا؟ لأن الواضع الذي وضع هؤلاء ربما كثير من الوهابية بسيط وطيب وابن حلال ولم يطلع على هذه الأشياء، فحينما يؤتى بكلام الإمام البوطي وهو ممن قد درس في الأزهر الشريف وأخذ فيه الليسانس والدكتوراه آنذاك وتشرف بالتلمذة على كبار علماء الأزهر ولم يخرج عن الخط الأزهري بكلمة واحدة، ما قصده؟ قصده التيار هذا الحداثي العلماني الوهابي الموجود في الأزهر. ما الذي يجمع حداثي وعلماني وهابي؟ يجمعهم عالم الشهادة والتنكر للغيب، الدعوة النظرية بالإيمان بالغيب ومحاربة الروحانيات والغيبيات. فهذا هو الذي يفعله هذا المسكين. يعني أنا أعتقد أن هذا رجل بسيط جدا، أدنى من أن يعني أدنى من أن يفهم الكلام. ولكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن هناك أناس يتبعونه، يسبح الكبار ويضحكون وهو يبرحون ويفرحون. يقول أن الجيل النووي في واحد وهابي عنده لحس عقل، هذا لمسة صغيرة جدا، يقول أنا في مستوى النووي لولا أن هذا الإنسان مسكين. ثم يحاول أن يصل لأن شيخ الجامع الأزهر علماني، شيخ الجامع الأزهر علماني، هذه عادة الوهابية، هذه عادة الوهابية الاصطياد في الماء العكر. بل ربما كان عجبتني عبارة لبعضهم يقول يعكر الماء ليصطاد فيه، يعني الماء ما كان عكرا. الأمور واضحة، هناك خط وهذا الخط له نعم سلطة وله صولة وجولة، لكن لا يمثل الحركة العلمية في الأزهر الشريف، لا يمثل المناهج الرسمية في الأزهر الشريف، إنما يمثل الخط الوهابي. نعم صحيح، الخط اللا مذهبي صحيح، هذا موجود، وهذا الخط معروف تاريخه، معروف من أين جاء، ومعروف من يدعمه. فالشيخ البوطي رضي الله تعالى عنه ما قصد أن الأزهر يعني عبارة عن مؤسسة بريطانية، قايس ما في الأمر، هناك يعني خط معين استطاعت بريطانيا في فترة انبهار الناس فيها أن تسيطر عليه، ثم اضمحل على الأقل الدعاوى العريضة التي يخالف بها الدين سكنت وذهبت، وحتى التيار الذي يعني صار على نهج رشيد رضا وأتم مجلة المنار لا يتكلمون في هذه المسائل، لا في الملائكة ولا في الغيبيات، بل يظهرون أنهم من أهل السنة والجماعة ولا يخفون شيئا من ذا، ولا يخفون يعني لا يخفون
ردهم واعتراضهم على المخالفات الموجودة في مدرسة محمد عبده، وهم يلتمسون له الأعذار ويقولون يعني إن الرجل كان في حالة انبهار، وأن الرجل كان كذا وكان كذا، الماسونية ما كانت معروفة آنذاك هكذا. فانتبهوا جيدا أيها الأخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.